أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج صل الأقلام، نرصد فيها أهم ما نشر في مقالات الصحف العربية والعالمية والعربية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في المدى: سدود إيرانية تتسبب بجفاف أراضي زراعية عراقية. في عربي 21: تشييع شهداء جنين ودعوات لإغراب شامل بالضفة. نقرأ في أسوشيتد بريس: الصين لديها سجن سري بدبي لحجز الأويغور. نطالع في العربي الجديد: بايدن: أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات وليست نادما على الانسحاب. جاء في القدس العربي: حركة طالبان تعلن عفوا عاما عن كل موظفي الدولة. ونتصفح وإياكم في واشنطن بوست: أمريكا خسرت الحرب في أفغانستان منذ زمن بعيد. وفي صحيفة لوفيغارو الفرنسية: تهريب البنزين يزيد من الفوضى في لبنان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ من وجهة نظر الكاتب صادق الأزرقي الذي يرى أن رفض الانتخابات ومقاطعتها هي الطريق الأقوى. موعد الانتخابات يقترن بذكرى تشرين الثورة والانتفاضة الكبرى، وهو ما يؤدي إلى تنامي التوقعات باندلاع الثورة مجددا، وهذه المرة إن اندلعت ستكون بمنزلة المسمار الأخير في نعش الانتخابات المزيفة والممهد لتعديل مسار مجمل الوضع في البلد بصورة جذرية. ذا الحلم الذي يضعه الشعب المغلوب على أمره هدفا له، ويؤرق الفئات الحاكمة التي تمني النفس بمواصلة استئثارها بالسلطة وسطوتها على الناس ونهب أموال البلد واضطهاد أبنائه، هو ما لن يتحقق لها على الدوام أمام خيارات التاريخ القاسية. مطلب مقاطعة الانتخابات بل ورفضها بالكامل أصبح المطلب الشعبي الأول بعد أن توصل تكريس الفشل في تلبية مطالب الناس المتمثلة بشروط منتفضي تشرين المشروعة، ومنها كشف قتلة المتظاهرين والقبض عليهم ومحاكمتهم وإنزال القصاص العادل بهم، وهو ما لم تنجزه الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي بعكس ادعاءاتها، كما أن السلاح لا يزال بأيدي الجهات الحزبية والمجاميع المسلحة التي تضغط به على الشارع وتهدد به المرشحين والناخبين معاً، وقتلت به فعلاً واختطفت كثيراً من الناشطين، فضلاً عن الأموال الهائلة التي استولت عليها منذ عام 2003 والتي تدير بها حملاتها الانتخابية ومؤسساتها الإعلامية المتكاثرة. وكذلك لم تسن حتى الآن قوانين عصرية للأحزاب والانتخابات، وبالنتيجة فإن أي حديث عن انتخابات شرعية عادلة برأينا هو محض أوهام ومحاولة من القوى المتنفذة الحاكمة لإدامة سطوتها وتهديدها للشارع والقيام بعمليات تزوير كبيرة، مثلما جرى الحال إبان الدورات الانتخابية السابقة، لا سيما في انتخابات عام 2018 التي اقترنت بحريق الصناديق المعروف والذي اندلع بمجرد الإعلان عن النية في التحقيق بنتيجة الانتخابات المذكورة. ومثلما جرت الأمور مع انتخابات عام 2018 التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 18% في أحسن الأحوال، فبرأينا أن الشعب سيقاطع انتخابات تشرين المقبلة بصورة أكثر إصراراً، وأنا آمل بمقاطعة كلية لأن الأحزاب الحاكمة لم تقدم له شيئاً وهي مصرة على مواصلة الفساد ونهب الأموال، ولازالت البطالة تتوسع ويزداد تخلف البلد على جميع الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يقول الكاتب: نعتقد أن المعني الأول بالانتخابات ونتائجها هو الشعب، وهو الذي يقرر الموقف منها وطبيعتها ونتائجها. ونعتقد أن المقاطعة إذا لم نكن مخطئين ستكون أكبر وأشمل من الانتخابات السابقة في عام 2018، لأن الوضع السيء الذي يعيشه الناس وتخلف البلد في كل شيء لن تصلحه أي انتخابات قريبة أو قصية. إذ إن القناعة ترسخت لدى الناس بأن وضعهم البائس سيتواصل بصورة أسوأ
وأن الأمر يستدعي تغيير ما يسمى بالعملية السياسية برمتها، ومن دون ذلك يتواصل الانهيار. قمة بغداد الإقليمية رهان النفس الأخير، مقال للكاتب إياد الدليمي. جاء فيه: يرى ساسة بغداد أن المشكلات السعودية الإيرانية والإيرانية الأمريكية وحتى التركية مع دول المنطقة العربية كلها تؤثر سلبا على الواقع العراقي. كيف؟ هذه النظرة وإن كانت في بعض جوانبها صحيحة تبقى قاصرة، لا تريد أن تدرك أن الحل من الخارج سيبقى مرهونا بحسابات هذا الخارج، حتى وإن نجح مؤقتا في إيجاد أرضية مشتركة للتوافق قد يستفيد منها العراق على صعد شتى. ولا تنحصر مشكلة العراق كما تعلمون في الخلافات الإيرانية السعودية فقط أو حتى الإيرانية الأمريكية، بل ربما من أهم هذه المشكلات هذا التغلغل لأطراف إقليمية ودولية عديدة في الشأن العراقي حد استباحته وتحويله إلى شأن داخلي لهذه الدولة أو تلك. السؤال الأهم: هل ترغب دول جوار العراق فعلياً بإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم فيما بينها بالطريقة التي يمكن أن تجنب العراق تبعات الخلافات القائمة؟ تبدو السعودية وإيران أقرب إلى إيجاد لحظة تاريخية فارقة بينهما يمكنها أن تقود إلى مصالحة وإن وقتية يرى فيها الطرفان الرياض وطهران فرصة لالتقاط الأنفس بعد أكثر من عقد ونصف العقد من الشد والجذب، وما سببه ذلك لكليهما من إرهاق مالي وسياسي وحتى اجتماعي. لكن ذلك لا يعني بأي حال أن هذه الرغبة يمكن أن تقود إلى تلك المصالحة المرجوة عراقياً، فإيران ما زالت تناور في ملفها النووي وما زالت تتلاعب بكثير من ملفات المنطقة الأمنية من خلال ميليشياتها الممتدة من العراق إلى اليمن مروراً بسوريا ولبنان، يقابلها عدم رغبة أمريكية في أي تصعيد حتى لو تطلب الأمر إغفال الدور الإيراني الواضح في استهداف ناقلات في عرض الخليج العربي. صحيح أن الدبلوماسية العراقية تسعى من خلال هذه التفاهمات الإقليمية إلى إيجاد سبل تسوية تمنح العملية السياسية قبلة حياة قبل الانتخابات المقبلة، لكنها في المطلق ستبقى قاصرة من دون قرار عراقي على معالجة مشكلات الفساد والمحسوبية والسلاح المنفلت وغياب العدالة والإقصاء والتهميش وغيرها من مشكلات العراق التي لا عد لها ولا حصر. أيها السيدة والسادة، تحول العراق اليوم بفعل هذا التغلغل والنفوذ والسيطرة على مقاليد القرار ومصادرته إلى ساحة تلعب فيها مختلف الأطراف أدوارا شتى. بل لا نأتي بجديد إذا ما قلنا إنه لا توجد فعلياً على أرض الواقع حكومة عراقية قادرة على استرداد حقها السيادي في ملفات عديدة وشائكة حتى الداخلية، منها مثل ملف الكهرباء الذي فشلت كل حكومات ما بعد 2003 في حله، لا لعجز هنا أو قلة تخصيصات مالية هناك، إنما لأن هذا الملف تحول إلى ملف اقتصادي إيراني بحت، حيث تصدر إيران جزءاً من طاقتها الكهربائية إلى العراق، ناهيك طبعاً عن الغاز الإيراني اللازم لتشغيل بعض منظومات الطاقة الكهربائية. إذن عادت أخبار منع العراق من استضافة مبارياته على أرضه ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022. إذن تطل برؤوسها من جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وثائق متداولة تؤكد أن صحة صدورها على وجود مأزق حقيقي سيواجه طموح أسود الرافدين في استغلال ميزة الأرض والجمهور لحصد النقاط المؤثرة مثل بقية المنتخبات المنافسة وقبوله بالبقاء ضمن دائرة المهجرين قسرا في اللعب. نستمع إلى خارج ديار مقال الكاتب رعد الديار ونستمع إلى جزء من مقاله المكتوب. البداية هو صمت وزارة الشباب والرياضة الممثلة بالوزير والهيئة التطبيعية على ما يجري في كواليس المخاطبة السرية
وتكتمهما على أصل المعضلة وماهية الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها في محاولة إلغاء قرار الحظر وكشف تاريخ أول تحرك رسمي وجد جرى فيه مخاطبة الاتحاد الدولي من أجل إقناعه بالعدول عن قراره السابق، خاصة أن هناك مساحة زمنية كبيرة كانت متاحة أمامهم لتغيير القناعات وضحض أي مبررات بالأسباب المفترضة لإعادة فرض الحظر، في وقت أن كل مشاهد التظاهرات الشعبية التي استند إليها قرار الحظر في حينها انتهت منذ أكثر من عامين، وهو أمر يحدث في أغلب دول العالم، كما هو الحال في لبنان أحد المنتخبات المنافسة في مجموعتنا التي شهدت بذات الوقت تظاهرات مماثلة أعقبتها أحداث أمنية متوترة، إلا أنه لم يفرض أي حظر على الملاعب، ولم نسمع من فيفا أنها قلقة على سلامة المنتخبات التي تلعب في بيروت. الأكثر غرابة أن الوثيقة المتداولة المنسوبة للاتحاد الدولي تشير إلى عدم وجود استقرار أمني، وتلمح لحصول أحداث أمنية في بغداد، وأن مستوى الخطورة شديد، وأن كل المعلومات هي من مصادر أمنية مستقلة، ما يعني وجود تلاعب وتسقيط وخرق أمني تسيطر عليه جهات غير معروفة تتحكم في تصوير الوضع العام، وربما تحركها أياد خفية لمصالح خاصة باتت تتخذ من الوضع الأمني شماعة في رفع أو فرض الحظر على الملاعب في أسوأ أسلوب ابتزازي ومزاجي تشهده ملاعب الكرة في العالم. هل سيحكم عليه بالبقاء ضمن دائرة المهجرين قسرا في اللعب خارج الديار؟ إذن الكاتب رعد العراقي يقول: الأمر الآخر هو ضرورة تدخل الحكومة في البحث عن الأسباب والدوافع الخفية باستمرار الحظر ومن وراءه، ثم تسليم الملف الأمني الخاص بملاعب الكرة بكل تفاصيله لوزارتي الدفاع والداخلية لإعادة دراسته من جديد ومعالجة كل الثغرات، بدلا من تقييده رهينة الاجتهاد الشخصي ومزاجية الجهل بالعلوم الأمنية الحديثة لسيادية ملف الأرض. ولا يمكن للحكومة أن تتفرج على عملية منع لاعبين أسود الرافدين وهم أبناء الأرض من ممارسة حقوقهم الرياضية عليها أسوة بمنافسيهم بين الحين والآخر. جاء في القدس العربية أفغانستان وما يحصل في أفغانستان حين يتكرر مشهد الهزيمة الأمريكية في سايغون. مثنى عبد الله كتب مقالا يقول فيه ونشرته صحيفة القدس العربي، يقول: فمنذ عام 1975 وحتى اليوم اختزنت الذاكرة البشرية لمن عاصر تلك الأيام أو لمن رأها كصور فيما بعد ذلك المشهد الذي وثق الهزيمة الأمريكية النكراء في فيتنام، حين تصور الغزاة أنهم باقون، لكن دخول مقاتلي الشعب الفيتنامي لسايغون أجبر الولايات المتحدة الأمريكية على إجلاء رعاياها ودبلوماسييها وعملائها بالطائرات السمتية من على سطوح مباني سفاراتهم في المدينة، واليوم يتكرر المشهد عينه من جديد في أفغانستان. ومع فضيحة الهزيمة المنكرة للقوات الأمريكية من هذا البلد، تصح الولايات المتحدة اليوم على وقع الصدمة الكبرى، ويحار الجمهوريون والديمقراطيون في تفسير ما حدث، على الرغم من أنهم اتفقوا على مغادرة أفغانستان. قال البعض: كان على إدارة بايدن أن تعطي جدولاً زمنياً أطول للانسحاب. رأي آخر قال: كان ينبغي التخطيط للانسحاب في نهاية الخريف وبداية الشتاء، لأن الصيف يعمل لصالح مقاتلي الحركة الذين كانوا دائماً يحققون انتصاراتهم في هذا الفصل، وصولاً إلى ما قاله زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونويل من أن المحاولات غير الواقعية للإدارة للدفاع عن السياسات الخطيرة التي يتبعها الرئيس بايدن مهينة. وأضاف أن قرارات الرئيس بايدن تدفعنا إلى نتيجة أسوأ حتى من السقوط المهين لسايغون عام 1975. وعلى وقع الهروب الأمريكي الغربي من أفغانستان، تجدد الولايات المتحدة طلبها باستكمال المفاوضات مع حركة طالبان التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وعلى أساسها تم الاتفاق على الانسحاب. المفاوضات الجديدة تتعلق بمستقبل أفغانستان بحسب التصريحات الأمريكية، ويبدو أنهم يريدون فرض شروط أمريكية كي يتم قبول أفغانستان في المجتمع الدولي بحكومة من طالبان،
لكنهم ينسون أن الحركة اليوم هي من تفرض شروطها وفقا للعرف الذي يقول بأن المنتصر هو من يفرض ما يريد. ماذا يحصل إذن في نوفمبر تشرين الثاني عام 2001؟ تغادر طالبان كابول تحت وقع ضربات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أغسطس 2021 تدخل طالبان كابول فيهرب الرئيس العميل وتغادر طائرات التحالف المكان، فما الذي يوحيه هذا المشهد؟ كتب الإعلامي الأمريكي المعروف فريد زكريا في صحيفة واشنطن بوست أنه يجب الاستغناء أولاً عن الوهم بأن الولايات المتحدة كانت قادرة على الحفاظ على السلام في أفغانستان ببضعة آلاف من القوات، وأنه كان من الممكن إدارة هذا الوضع بهذا الالتزام الصغير، مشيراً إلى أن الوضع كان هادئاً على مدار العامين الماضيين لأن واشنطن أبرمت صفقة مع طالبان، ونتيجة لذلك لم تكن الحركة تهاجم عمداً القوات الأمريكية وقوات التحالف. وبالنسبة للأفغان أنفسهم، كما يوضح زكريا وهو محرر للشؤون الدولية في صحيفة واشنطن بوست، فقد كانت الحرب تحتدم، حيث عانت قوات الجيش والشرطة في صيف 2019 أسوأ الخسائر خلال عقدين من القتال، كما أنها كانت أسوأ فترة يسقط فيها ضحايا من المدنيين الأفغان. وفي عام 2018 عندما كان لدى الولايات المتحدة 4 أضعاف عدد القوات مقارنة بالعام الحالي، كان القتال وحشياً لدرجة أن 282 ألف مدني شردوا من منازلهم في الريف، وكان الإحباط من الحكومة الأفغانية ورعاتها الأمريكان يتزايد. وأشار زكريا إلى اقتراحات بأن الانسحاب كان يجب أن يكون بعد عام أو عامين، مع الأخذ بعين الاعتبار التقارير التي تشير إلى أن القوات الأفغانية تفقد الأرض على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة المتأخر. وأشار تقرير لصحيفة غارديان إلى أن الجيش الأمريكي أقنع الرئيس الأسبق باراك أوباما بتأجيل انسحاب القوات، كما أفاد التقرير بأن سيطرة الحكومة المركزية انخفضت إلى حوالي 65% فقط من مناطق البلاد. وسلط المقال الضوء على كتاب الحرب الأمريكية في أفغانستان لكارتر مالاكسيان الذي استنتج بكل وضوح بأن الولايات المتحدة خسيرة الحرب. أيها السيدات والسادة، الولايات المتحدة كانت تعلم جيداً بأنها خسرت الحرب منذ زمن بعيد، ولكنها اختارت القيام بالمزيد من الهجمات قبل أن تعترف بالحقيقة وتنفذ انسحاباً فاشلاً. نطالع في عربي 21 أفكار متفرقة من وحي هزيمة في أمريكا على يد طالبان. مقال للكاتب ياسر الزعاترة نشره موقع عربي 21 يقول فيه: كثيرة هي الأفكار التي ترد إلى الذهن من وحي الهزيمة الأمريكية المدوية على يد حركة طالبان الأفغاني، والتي تفرض نفسها على الكاتب في ظل الجدل الدائر. نبدأ بسؤال وجيه حول ما جرى ويجري. الحقيقة التي يحب أتباع نظرية المؤامرة تجاهلها، كأنما يستكثرون الانتصار على قوة مقاومة متجذرة في تراب وطنها وضمير قطاع عريض من شعبها بصرف النظر عن حجم الانقسام من حولها. 20 عاماً لم تتوقف مقاومة الحركة ولا إصرارها على الانتصار، وهنا يتبدى الفارق بين معارك الجيوش وبين حروب العصابات، إذ تحتاج الأولى إلى ميزان قوى معقول لم يتوفر للحركة عام 2001، فيما يختلف الأمر في الثانية التي تحتاج إلى قوة عقائدية تحظى بحاضنة شعبية وظهير إقليمي وداعم خارجي كان متوفراً في باكستان، إلى جانب بعض الدعم الدولي. ولو كان سياسياً، والذي توفر أيضاً في ظل حاجة الصين وروسيا لاستنزاف أمريكا. هكذا توفرت عوامل الانتصار الذي تحقق في نهاية المطاف عبر عجز أمريكا عن احتمال النزيف المتواصل، ومن ثم قرارها بالانسحاب وصولاً إلى تهاوي النظام الذي صنعته وعجزه عن البقاء إثر رحيلها،
والحال أن مغامرة بوش في العراق وأفغانستان هي التي دفعت أمريكا للتراجع خطوة إثر خطوة وصولاً إلى حالة التعددية القطبية التي يعيشها المشهد الدولي راهناً، وحيث تغيب القوة المتحكمة ما يتيح للقوى المستضعفة أن تستفيد من بعض التناقضات وفق سنة التدافع التي وضعها الله في الأرض وجعلها من عناوين فضله على العالمين. هل ستكون لأمريكا خطط تالية لما بعد الانسحاب في التعامل مع الملف؟ هذا وضع طبيعي ولا يتعلق الأمر بأمريكا بل بأي قوة دولية مشابهة، لكن النجاح شيء آخر لأن الأطراف الأخرى لن تستسلم ولها خططها أيضاً، ويبقى أن المدافعة ستتواصل ونتائجها ستظهر لاحقاً. هل ستكون لأمريكا خطة تالية لما بعد الانسحاب في التعامل مع الملف؟ هذا وضع طبيعي ولا يتعلق الأمر بأمريكا بل بأي قوة دولية مشابهة، يتساءل الكاتب، لكن النجاح شيء آخر لأن الأطراف الأخرى لن تستسلم إطلاقاً ولها خططها أيضاً، ويبقى أن المدافعة ستتواصل ونتائجها ستظهر لاحقاً. وفي خبرنا اليوم، شارك عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها عائلات الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة لافتات ترفض الاعتقال الإداري وتندد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى. والاعتقال الإداري أيها السيدات والسادة هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.